تجيني أصعب اللي تجيني أصعب فيديو تقولي تعمله في حياتي. أنا كنت مسافرة بيروت ورجعت مصر، وأنا واقفة في الطابور مستنية الشنط، راجل صورني من وراه على تليفونه، وأصحابي أخدوا بالهم ورجعوا جريوا وراه، وهو he denied everything ومرضيش يورينا الصور. أوكي مرضيش يورينا الصور ومرضيش يفتح تليفونه، فقالوا له طيب لو انت واثق قوي كده ليه ما فتحتش تليفونك وليه مش بتورينا؟ عملنا له فيلم ورحنا جبنا له كل السكيورتي في المطار، ودي مش اوحش حته، دي مش اوحش حته في القصه، احنا لسه في نصها مبدئيا، دي مش اوحش حته في القصه، اوحش حته في القصه ان احنا دخلنا جوه عند السكيورتي والراجل اللواء or whatever the hell بيزعقلي ان انا متضايقه مبدئيا، مسكوا تليفونه وفتحوا صور and they found pictures of me، صوري وصور الناس التانية. هو واضح ان دي حاجة هو بيعملها، بيقعد يصور ناس في المطار. اوكي by ناس I mean بنات. طيب لقوا صور، ف طبعا المكتب كله رجالة دلوقتي at this point، التليفون بتاع الراجل وسخ ده بيروح من راجل لراجل لراجل لراجل، كله عمال بيتفرج على الصور and they're not doing anything. يعني احنا قاعدين في المكتب وهم بيتفرجوا على الصور وبس. فقمت اقول هو احنا مستنيين ايه؟ يعني اما انتوا شفتوا الصور، يعني انتوا شفتوا الصور على التليفون مستنيين ايه؟ محدش بيرد. اما الراجل صاحب التليفون اول ما لقيني قربت منه قام زقني ومد ايده عليا، فانا بقول للواء هل حد لاحظ ان الراجل مد؟ انا عايز اسال سؤال، لما يحصل حالات تحرش بالمنظر ده وبنت زي اللي احنا اتفرجنا عليها من شويه توصل لانتهاك الخصوصيه بتاعتها انها تبقى عندها انهيار عصبي للدرجه اللي احنا شفناها، المفروض نستنى ايه تاني؟ نستنى ايه تاني عشان نواجه ظاهره التحرش والانتشار الشنيع ليها؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا خلال اسبوع معانا اكتر من 3 حوادث تحرش، والثلاث حوادث دول اللي اتصوروا بس، قصادهم في كام حادثه ما اتصورتش؟ عشان كده انا من برنامج حكاوي اليوم بنادي كل الناس اللي بتتفرج علينا النهارده ان لازم يكون في تصرف ايجابي من كل مشاهد بيتفرج علينا. اطلاق مبادره خليك ايجابي، الموضوع بقى امن قومي، لازم ان يبقى كلنا واقفين وراه. ازاي انا اقدر اخلي بنت توصل بالمنظر ده للانهيار العصبي بالمنظر ده، وبعد كده مطلوب منها انها تكون فرد عامل وايجابي في المجتمع؟ عشان كده انا بناشد كل الناس اللي بتتفرج علينا، اي حد يشوف ظاهره تحرش لازم يصورها، لازم ناخد قوة ورد فعل قوي عن طريق السوشيال ميديا. لما اجي في اسبوع انا وفريق الاعداد ندرس الموضوع الاقي اكتر من 3 حوادث تحرش، ده غير الموضوع الكبير جدا عن مواقع الدعارة الالكترونية اللي بقت بتنتشر كالنار في الهشيم. لما الاقي موقع انتشر في مصر خلال 5 ايام بقى فيه 3500 شخص والاكثرية منه من الاناث، ازاي؟ طب احنا مستنيين نوصل لايه تاني عشان نقدر ناخد موقف قصاد كل اللي بنشوفه ده؟ أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي اليوم. حلقة النهاردة حلقة مميزة، هكون بداية الموسم الجديد، انتظروني في حلقة هامة للغاية. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في برنامج حكاوي اليوم. في البداية أنا حابب أشكر الحكومة المصرية على سرعة رد الفعل في أي حادثة تحرش بتجيلها لدرجة مفاجئة لينا كلنا، ونتمنى إن ده يكون موجود في كل الحوادث القادمة. النهاردة هيكون معايا دكتورة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والسلوك التربوي.
مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك يا ناصر. ترى ولا انا عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. احنا بنتكلم في ظرف 7 ايام او اسبوع بالظبط حصل معانا 3 حوادث تحرش، الثلاثة أسوأ من بعض، وفي نفس الوقت ابتدى يظهر معانا ما يسمى بالدعارة الإلكترونية. في البداية عايز أسأل حضرتك سؤال، لما بيجي قدامك حادثة زي حادثة المطار بتتصرفوا إزاي إنك تأهلوا البنت دي إنها ترجع تاني تكون فرد إيجابي في المجتمع؟ لا، هي طبعا ما فيش شك ان هي بتحتاج سبورت نفسي قوي جدا في الفتره اللي جايه عشان تقدر ان هي حتى تستعيد ثقتها في المجتمع، مش هقول في الجنس الاخر بوجه عام، لان هي حبيبتي اللي بتمر بظرف زي ده يعني بتبقى متوجسه خيفه طول ما هي ماشيه، وبيحصل لها بعض الكوابيس وهي نايمه بشكل كبير جدا، وبتتشكك في كل اللي حواليها، يعني بتعاني من حاله اضطراب شديده جدا فيما بعد هذه الواقعه بالظبط. فطبعا بتحتاج للدعم النفسي الشديد اصلا عشان تقدر ان هي تستعيد نفسيتها فيما بعد يعني. طب خليني أسألك سؤال، إحنا دلوقتي يعني رسالة البرنامج أو الحلقة دي إن أنا أخلي كل مشاهد بيتفرج علينا يبقى فرد إيجابي في المجتمع، إحنا عندنا 3 حوادث في ظرف أسبوع هما اللي ظهروا، قصاد ده بيكون في كام حادثة ما اتصورتش، إزاي نقدر نخلي المشاهد بتاعنا مش مشاهد سلبي، مشاهد بياخد موقف؟ هي للاسف انا ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ان هو يعني وما خفي كان اعظم، يعني اللي بيظهر على السوشيال ميديا ده يعتبر يعني 1 أو 2% من الواقع الفعلي الاليم اللي احنا فعلا بنمر بيه بشكل يومي يعني. فالموضوع بقى افه اخلاقيه وبقى فيروس اخلاقي وفيروس سلوكي بشكل متفشي مرعب الحقيقه. ويؤسفني ان انا اقول يعني لما بنتكلم في مبدا ان لازم يكون في تربيه ايجابيه من ناحيه الابناء، لازم احتوي اولادي، يعني في ناس يعني على نقيض اخر يقولوا ان انا رجعيه في مجال التربيه، لا، الرقابه على اولادنا ده شيء يعني فرض يعني مش سنه. انت يعني كل واحد ربنا سبحانه وتعالى حبابي مسؤوليه، المفروض ان هو يكون على قدر المسؤوليه بشكل كافي وعلى قدر الحنان والاحتواء الكافي، خيركم لاهله، دي ما فيهاش كلام. يعني الخير في تواجد الاهل والحنو عليهم واحتوائهم، يعني ما ذكرش قبليه لا صلاه ولا صيام ولا ذبح في العيد ولا كلام من ده. يبقى اذا في قوامه شديده جدا من الاسره على بناء شخصيه هذا الطفل فيما بعد، وهيسال امام الله عليه. ولكن يؤسفني ان انا لما بقول ان احنا محتاجين ان يكون في تربيه ايجابيه اكتر، بمعنى ان احنا لازم نطور من الشكل الايجابي للتربيه، لازم يكون في احتواء بشكل اكبر، لازم يكون فرض علينا ان احنا نعرف يعني ايه سوشيال ميديا. يعني انا ما تبقاش بنتي بتفتح لسه عندها 4 أو 5 سنين وبتفتح الجوجل وبتفتح، ما بقاش ان انا اعطيها الحريه المطلقه، انا نفسي اللي ما عنديش فكره. فلا، لازم ولي الامر يبقى على قدر كافي من الثقافه اللي تخليه يقدر ان هو يتابع بشكل ايجابي السوشيال ميديا وتوابعها. طيب دكتور ولاء، قبل ما نتكلم عن حوادث التحرش اللي حصلت معانا وموضوع الدعاره الالكترونيه، عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم جدا. فريق الاعداد لما بحث في الموضوع لقينا ان في حادثتين تحرش الاثنين أسوأ من بعض. لما يبقى في قطار سوهاج، والخبر هينزل معانا على الشاشه، لما يحصل ان يبقى في قطر شخص بيعتدي جنسيا على طفل عمره لا يتعدى ال 11 سنة، ازاي انا اخلي طفل كان بالعمر ده ولسه يعني ما نقدرش ان هو عنده لسه الطابع بتاع التحرش الجنسي او حاجة زي كده، هو ما يعرفش ايه ده اصلا. ازاي بتقدر ان احنا نهيئه نفسيا ان هو بعد كده يبقى فرد كويس؟ طب يعني لو حضرتك، لو سيدة بالغة من العمر زي اللي احنا اتفرجنا عليها في حادثة المطار، طب ده شاب، ده طفل لسه حتى ما بقاش شاب، بنعمل معاه ايه؟ والله يا استاذي، هي فعلا دي مش اول حادثه تتم مع اطفال في سن يعني ملفت جدا للنظر، وحصلت قبل كده اكتر من مره في اكتر من منطقه. يمكن كان في تصوير قبل كده في المعادي مع 3 من الاطفال عمرهم يعني ما بين 7 و11 سنة، وفي الطريق العام داخل عربيه خاصه من رجل مريض للاسف سلوكيا، ومش هقول مريض نفسيا، وانا ضد الكلمه دي تماما، لان الساده المحامين الافاضل للاسف بيتجهوا دايما الى السبورت قانوني عشان يقولوا معلش اصل ده مضطرب نفسيا، اصل ده مريض نفسيا، فممكن نلتمس له العذر. لا يا فندم، حضرتك الموضوع مش نفسي اطلاقا، ده اضطراب سلوكي، ولازم نفرق ما بين الاضطراب السلوكي والاضطراب النفسي باي حال من الاحوال، عشان الساده المحامين الافاضل لما يقفوا قدام القاضي ما يكسفوش نفسهم اخلاقيا ويقولوا اصل دي حاله طارئه بتحصل له من فين وفين، اصل دي حاله مرضيه، اصل هو معاه شهاده معامله اطفال، الحاجات اللي يعني الحقيقه يعني بيندى لها الجبين لما بنسمعها للاسف من بعض المحامين للاسف يعني. طب دكتوره ولاء، برضو في مشكله انا لاحظتها بشكل كبير جدا، احنا عندنا انتشار واسع لظاهره التحرش الجنسي، لدرجه ان لما جينا ندرس الموضوع، وانا يعني عايز برضو افهم من حضرتك الجانب النفسي له، ايه سبب وجود كبت جنسي بمعدلات كبيره جدا دلوقتي عند الشباب؟
ليه انا شايف ان في كبت للطاقه والموضوع وصل ان الموضوع لا هو ما بقاش مجرد حاله ولا اتنين ولا ثلاثه، لا احنا بنتكلم الا من رحم ربي. طيب هو بدايه غياب معيار القدوه داخل المنزل ده في حد ذاته كارثه كبيره جدا. فكره ان انت قادر ان انت تقول لابنك ما تمسكش الموبايل كتير وهو بيصحى الصبح يلاقي امه وابوه ماسكين الموبايل، دي يعني انت ليك قوامه على حاجه انت نفسك مش قادر تعملها. فكره زي ما قلت في الاول كده عدم الاحتواء النفسي والاجتماعي والمشاركه المجتمعيه داخل المنزل المصري ده بيفرق كتير جدا. غياب دور الام الحقيقيه دلوقتي وغياب دور الاب الحقيقي دلوقتي اختلف تماما عن زمان، لذلك انا بقول جانب التربيه اختلف عن زمان. ما بقولش ان احنا بقينا مودرن، لكن بقول ان احنا لازم نعمل ابديت لنفسنا وما نقولش احنا هنربي زي ما اهالينا ما كانوا بيربونا. لا حضرتك، يعني انا واحده بتقول لي احنا بنشقى وبنتعب كتير جدا جدا في تربيه اولادنا وبندور كتير نعرف ازاي نربيهم، فانا عن نفسي انا هربي زي ما اهلي ما ربوا. لا حضرتك، انت بنفسك بتقولي اهو ان احنا بنشقى وبنتعب كتير جدا عشان نعرف نربيهم، اهالينا ما كانوش بيتعبوا عشان يربونا لان دي كانت فطره. المغريات اللي كانت حوالينا يا استاذ ادهم زمان مش هي المغريات اللي حوالين الاطفال بتاعه الجيل دلوقتي، لذلك لازم الام والاب يعملوا ابديت لنفسهم، لازم يعرفوا يعني ايه علم التربيه، لازم يعرفوا ايه المغريات اللي حوالين الطفل ده عشان يقدروا ان هم يقوموها ويقوموها بشكل صحيح جدا. لو ما قدرتش ان انا اعمل كده يبقى انا ما بربيش صح. لا نقدر نقول ان احنا بحبس البنات في البيوت هي دي التربيه الصحيحه، السوشيال ميديا بقى ما بقتش مخليه اي حاجه بالنسبه لي، ولا اقدر ان انا اقول لا بعدم تعليمهم من الاساس او بتزويجهم في مراحل مبكره او بعمليات الطهاره والجهل اللي احنا بنشوفها، يعني بنشوف حاجات يعني مستوى من الجهل منحدر جدا. دكتوره ولاء، خليني بقى اعرض كارثه حصري لبرنامج حكاوي اليوم بقت موجوده دلوقتي، وهو ما يسمى بمواقع الدعاره الالكترونيه. للاسف انا عايز تعليق حضرتك واستغل وجودك معايا عشان نوعي الساده المشاهدين في النقطه دي. في موقع بقاله 5 ايام بالظبط موجود على النت بشكل كبير، في دعايه بتتعمل له على موقع الفيسبوك وعلى جوجل وعلى كتير من المواقع كاعلانات مموله. الموقع بيخاطب الجانب العقلاني عند المشاهد، استهدافه بيكون للفئات العمرية ما بين 16 سنة و 18 سنة لغاية 25 سنة سن المراهقة. الموقع ده، وأتمنى يكون يعني الفقرة دي ما يتفرجش عليها غير الكبار فقط لأن الموضوع خاص وحساس جدا. الموقع ده بينادي بممارسة العادة السرية عن طريق الجانب العقلاني ليها، بمعنى ان هو باعد جدا عن كل المقدرات الدينيه وعن الجانب المجتمعي والمبررات العلميه، ان ده حاجه طبيعيه جدا وده مبرر علمي، بالعكس ده غلط انك تعملها لوحدك. الموقع بينادي للفئه العمريه دي ان بيكون سهل غسيل المخ ليها ان هو يمارس الموضوع ده مع بارتنر له او مع فيميل او مع يعني نوع الجنس الاخر. المشكله مش في كده وبس، المشكله ان الموقع بيعمل حساب او ربط ما بين حسابه الشخصي وما بين حساب الفيسبوك. اصبح ان احنا عندنا موقع بيمارس عليه العاده السريه بشكل قدام الكاميرا فيديو، بيكون فيه معاك بارتنر او شريك ليك في ساحه اللحظه دي، وكل معلوماتك بتكون موجوده فيه. عايز اقول لحضرتك على مصيبه، ان الموقع ده 66% من اللي عليه هم من الاناث، ويعني والاسوا من كده كمان احنا بنتكلم على موقع بقاله 5 ايام وصل ل 3500 معدلات النمو فيه بشكل كثيف جدا. اللي عايز اعرفه ازاي انا كاب وام اقدر اتابع حاجه زي كده؟ انا ابني ممكن يخش على السوشيال ميديا من موبايله، ممكن يخش عليه من الكمبيوتر، لا بالعكس ده كمان ممكن الموضوع يبقى اسوا لان هو بيستهدف الجانب الجغرافي للشريك، لان ممكن الموضوع يوصل للواقع. طب انا ازاي نفسي بالظبط ازاي انا اقدر اخلي ابني يبقى هو من جواه عنده البيز او الكور ان هو ما يغلطش، لان الغلط هيفضل متاح امامه بشكل غير طبيعي. اعمل ايه؟ خليني اقول لحضرتك الاول عشان بس ايه نعرف ولي الامر اللي نايم في الخط خالص ومطمن ان ولادي صغيرين. يعني انا عندي كارثه صغيره كده بعمل استكشافات عمليه فيها، وهي فكره يعني يمكن دارسين علم النفس يكونوا أدرى، ولكن أنا هحاول إن أنا أبسطها. هي فكرة إن الطبيعة البشرية بتقول إن في سن معين للبلوغ الفسيولوجي عند الولد والبنت، تمام، اللي هو فيما معناه بداية دخول سن المراهقة، دايما لا يبدأ إلا بعد ظهور الشارب، غلظة الصوت، البريود الشهرية وما إلى ذلك. تمام. عايز أقول لحضرتك إن الجانب الفسيولوجي ده اتأثر كتير جدا جدا بالسوشيال ميديا وبالمغريات اللي حوالين الأولاد دلوقتي، لدرجة إنه بقى أسبق
من يعني جانب المراهقه دلوقتي بقى اسبق من الجانب الفسيولوجي الطبيعي اللي بفطره ربنا. بمعنى ان انا بلاقي اطفال عندهم 8 سنين و9 سنين بيتحرشوا ببنات في الشارع. طب ده يعرف ايه؟ ده هو في مرحله بلوغ ولا هو مدرك حتى حسيا هو بيعمل ايه، ولكن هو الموضوع بالنسبه له حاسس ان يعني كده هيبقى كبير، ان ده شيء فكاهي، هو تقليد اعمى. اي دونت نو بقى هو في التوقيت ده هو اخذ التقليد ده ازاي، يعني هو اخذها ازاي، ولكن هو عمل محاكاه لشيء سلبي هو شافه في الواقع، ودي طبعا كارثه كبيره جدا. اذا بحط علامه استفهام كبيره جدا قدام ولي الامر اللي بيقول لك ابني عيل صغير ما بيفهمش، ابني عيل صغير مش هيبقى مدرك، قدام ولي الامر جاهل، وانا بقولها على الهواء جاهل، وما بياخدش باله من تصرفاته مع زوجته قدام ابنائه، ما بياخدش باله اثناء دخوله التواليت ان لازم يبقى مقفول، ام ما بتاخدش بالها ان هي لازم تحترم لبسها قدام اولادها عند بلوغهم مرحله معينه. الحاجات دي مش اساس ديني قد ما هي اساس علمي بحت. الدين لما اشار ليها اشار وتحتيها الف خط. عايز اقول لحضرتك ان فكره ان اللعب على الجانب العقلاني ده شيء في منتهى الخطوره، لان دايما الفئه المستهدفه بالتسيير وليس بالتخيير هي فئه الشباب اللي هم ما بين 16 و 25 سنه. ففكره ان انت تلعب على الجانب العلمي والعقلاني عندهم او الجانب الديني شويه عندهم زي الارهابيين وما الى ذلك سهل جدا في المرحله دي. فلذلك يعني انا بقول دي قضيه امن قومي الحقيقه، دي كارثه كبيره جدا، لازم يكون في رقابه مشدده من البيت، لازم الاولاد يعرفوا وفي حلقات خاصه كمان الاولاد نفسهم يعرفوا ايه اضرار اللي بيحصل ده، وان الدين لما قال حاجه ما قالهاش من فراغ، يعني لما حرم لحم الخنزير لازم يفهم علميا بالظبط ان في فعلا اضرار علميه لهذا السبب. فالدين عمره ما هيقول حاجه الا اذا كانت ليها فعلا مضار صحيه على الانسان والبشريه. دكتوره ولاء، انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، ان المره دي احنا هننتقل كمان للجانب القانوني للموضوع. الموقع ده بيكون عنده اختراق تام للخصوصيه، لأنه هو أصبح عنده موقع الفيسبوك وعنده الجانب الجغرافي للشخص ومعلومات شخصية كبيرة عنده، وفي نفس الوقت موجود معاه الفيديوهات. عشان كده هننتقل مع المستشار القانوني في المداخلة الهاتفية عشان نعرف إزاي نقدر نتصرف من الشق القانوني لو الموقع ده استغل كمية المعلومات اللي موجودة عنده دي. أيوة معاي. مساء الخير هاني بيه. مساء الخير يا باشا. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ازيك يا عبد؟ الحمد لله. هاني بيه، انا بكلم حضرتك دلوقتي في موضوع مهم جدا. في حاله الموقع ده لو عمل ابتزاز، نوع من انواع الابتزاز واختراق الخصوصيه لكميه المعلومات الموجوده عنده دي، نقدر نتصرف ازاي؟ الصوت مش واضح، معلش. بقول لحضرتك الموقع القانوني ده في حاله لو عمل اختراق للخصوصيه بالمنظر ده وابتدى ينشر الفيديوهات بشكل مبتذل، نقدر ان احنا نتصرف معاه ازاي في الشق القانوني؟ حضرتك بالنسبه لاختراق المواقع الالكترونيه ساعتك لازم الدوله دي هتبقى تتحرك فيها، لان ده دور الدوله ما بين الدوله اللي هي بتقوم بالاختراق الالكتروني ده. تمام. دي جزئيه مهمه، ودي هتكون رقابه من وزاره الداخليه او الانتربول. دي مهمه جدا جدا. طيب خليني برضو اسالك سؤال، هل ينفع ان الشخص ياخد شق قانوني او يرفع قضيه على الموقع في حال لو هو اخترق خصوصيته وابتدى ينشر المعلومات دي؟ لا طبعا، هو يعني هو لما النهارده مين اللي يرفع في حال الرفع اللي هو قضيه عليه؟ طبعا مهمه جدا. انا النهارده ممكن اقضيه دوليا وممكن اقضيه لو داخل مصر، لو الموقع الالكتروني ده ثبت من بعد المراقبه سعادتك ان هو داخل مصر انا هقضيه داخل محليا. اما اذا كان هذا الموقع خارج جمهوريه مصر العربيه فانا هقضيه دوليا، والمقاضاه هنا هتتم على مستوى الدوله نفسها الموجوده، اللي ده بيعتبر دي بتشكل جريمه خطر وتمس الامن القومي في مجتمع بتمس حياه المجتمع نفسه. طب يا سياده المستشار، انا برضو ليا سؤال تاني. فلنفرض ان الموقع ده ابتدى يمارس اشكال ابتزازيه، لو فنفرض الموقع ده ابتدى يمارس اشكال ابتزازيه لاشخاص بعينهم، مش بتكلم عن التحرك الدولي، هل في ساعتها الشخص يقدر ان هو يرفع قضيه على الموقع بصفته الشخصيه؟ معلش الصوت مش واضح. بقول لحضرتك في حاله لو الموقع ابتدى ان هو ينشر فيديوهات لشخص ما على وجه الخصوص، هل يقدر الشخص ده ان هو يرفع قضيه ان الموقع بيبتزه، ولا هنا الشخص يعني بيخسر الشق القانوني له لانه بيكون موافق على الموضوع؟ لا طبعا، لما النهارده في ابتزاز، النهارده جريمه الابتزاز بيعاقب عليها قانون العقوبات، من حقه طبعا يرفع القضيه طبعا سواء دوليه او محليه. تمام. وتمشي مسار في الدوله في الخارج وتخسر بيها الاستفسارات
او السفاره الجمهوريه كسفاره مصر مع الدوله اللي موجود فيها الموقع الالكتروني ده. تمام. سيادة المستشار انا كنت سعيد جدا بالمداخله الهاتفيه بتاعت حضرتك، وان شاء الله هيكون لنا لقاء عن قريب. تحت امرك يا فندم، شكرا. اعزائي المشاهدين ومستمرين في فقرات برنامج حكاوي اليوم، فاصل ونواصل.